آية من القرآن الكريم حرفياً رح تحل كل مشاكلك. الله سبحانه وتعالى قالها في القرآن الكريم، والرسول عليه السلام كمان حكى لنا عنها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بلسم آية. سلام حبايبي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم بتحضروا فيديو اليوم. كالعادة فيديو اليوم كتير مميز، وان شاء الله كتير رح تستفيدوا منه ورح يتعلم فيه شغلات جديدة. فيديو اليوم رح يفيدكم بكل مشاكل حياتكم، بكل صغيرة وكبيرة بتصير معكم، خصوصا إذا ما عرفتوا تتصرفوا أو كانت الطرق قدامكم مسدودة. قبل ما نبدأ هالفيديو حبايبي، حابة أطلب منكم طلب. إذا بتحبوني بتمنى توصلوا قناتي ل 600 ألف متابع بهاي الفترة قبل رمضان، وإن شاء الله بالمقابل رح أخبي لكم مفاجأة لرمضان. رح أسجل أناشيد بصوتي إن شاء الله ورح أنزلهم على قناتي. اللي مو مشترك بقناتي يشترك هلأ، وما تنسوا تعملوا لايك للفيديو ولا تنسوا تعلقوا لي تحت بالكومنت. إذا حابين تكسبوا أجر الصدقة شاركوا هذا الفيديو مع كل الناس اللي بتحبوها. وهذا إنستغرامي، ضيفوني عليه وضيفوني تحت كمان على مواقع التواصل الاجتماعي كلياتها، الروابط كلها تحت بصندوق الوصف. وبسم الله يلا نبدأ بالقصص. واحدة من أبسط الأمور اللي صارت معي واللي طبقت فيها معنى هاي الآية، والحمد لله رب العالمين، الله يسر لي كل شيء منيح وحلو كنت بحتاج لإله. كنت بمرحلة المدرسة قبل ما أدخل التوجيهي، عم بمر بمشاكل كتير بالمدرسة. كان وقتها متغير كادر المعلمات، وطالبات حتى صحباتي كانوا طالعين من المدرسة اللي أنا فيها. كنت بواجه مشاكل كتيرة مع الإدارة، ما رح أذكر تفاصيل هلأ، ممكن أحكي لكم فيديو تاني لحال إن شاء الله. كنت كتير أحس الضغط نفسي ومعنوي لدرجة إنه صار يأثر على علاماتي ودراستي ونفسيتي وحياتي. كنت أتمنى أطلع من هاي المدرسة، وهاي المدرسة كنت فيها منحة، يعني هذا الإشي كان صعب إني أطلع منها. كل يوم كانت تصير لي مشاكل مع الإدارة، وكل يوم أروح على البيت وأبكي لأهلي إنه بدي أطلع من هالمدرسة، مستحيل أضل فيها بالتوجيهي. إذا ضليت بالتوجيهي نفسيتي رح تكون صفر، ما رح أعرف أدرس، ما رح أعرف أقدم امتحانات. كنت ما أحكي إلا لأهلي، وبيني وبين نفسي دائما أحكي وأفوض أمري إلى الله، يا رب حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب أنت شايف. بصراحة تامة كان موضوع إني أطلع من المدرسة مستحيل، يعني من كل النواحي. لكن سبحان الله من الداخل كان عندي يقين تام إنه الله رح يحل لي مشكلتي. كنت دائما خلص أحس إنه رب العالمين مستحيل ينساني، لأنه أنا إنسانة منيحة ما عملت إلا كل خير، ما بأذي حتى اللي ظلمني، بس بشتكي لرب العالمين. من الداخل عندي يقين إنه الله ما رح يتركني. دائما بحكي يا رب إنه وكلت أموري لإلك، يا رب حل لي مشكلتي. وموقنة تماما إنه الله ما رح يتركني لحالي، لدرجة إني كل ليلة سبحان الله كنت دائما أترك المسجل شغال على إذاعة القرآن الكريم، وكل مرة تيجي آيات أحس أن رب العالمين يعني بيخفف عني. وأكيد أنتم بتعرفوا آيات القرآن الكريم هي من الله، فرب العالمين بيربط على قلب الإنسان بآياته. فأنا دائما كان عندي إحساس أن رب العالمين رح يطلعني من هاي المشكلة، وفعلا الحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور من حيث لا أعلم، والحمد لله طلعت من هذيك المدرسة ونقلت لمدرسة تانية بلمح البصر. ليش؟ لأنه كان في يقين بداخلي إنه الله رح يساعدني ويحل مشكلتي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لحتى أنت تطلع من مشاكلك وتطلع من الضيق والهم اللي عندك، خلي عندك تقوى من الداخل، تقوى محلها القلب، يعني أنت تكون عندك يقين تام إنه الله هو اللي رح يطلعك من هاي المشكلة، رح يساعدك، رح يريحك. تاني شغلة، الله رح يرزقك. إذا كان هذا اليقين موجود والتقوى، الله رح يرزقك فوق إنه رح يطلعك من الضيق والهم اللي أنت فيه. في مجموعة قصص سمعتها من النابلسي وحبيت إني أنقل لكم إياها صراحة، لأنه يا الله شو أثرت فيي. أول قصة سمعتها وأثرت فيي، شخص توفي ابن عمه، وابن عمه هاد عنده أولاد أصبحوا يتامى، وكان في دين على والدهم. فراح هذا الشخص لعند أولاده وحكى لهم خلص دين والدكم علي، يعني أنا رح أدفع الدين عن والدكم. طبعا هو ما بيعرف قديش مقدار الدين اللي عليه، هو فكر إنه 10,000 20,000
بهاي الحدود. فأعطاهم كلمة إنه هو رح يدفع الدين عنهم. فلما سألهم قديش الدين اللي كان على والدكم، حكوله 380,000. طبعا هو عاهدهم إنه رح يدفعها وضل عند كلمته، فعلا راح دفعها. الفكرة إنه كان هو عم يحكي هذا الكلام ويروي للناس في المسجد، وهو عم يحكي هذا الكلام للناس في المسجد كان عم يبكي. ليه؟ الله رزقه بعد أيام، فقط أيام، 380,000 نصيبة من صفقة واحدة، وهاي 380,000 كانت من بضاعة كاسدة. انتوا بس فكروا بالرقم، انه هو دفع هون 380 وهون وصله 380. طب ليش ما وصله مثلا 360؟ ليش ما وصله 400؟ ليش ما وصله 200؟ عشان رب العالمين وصل له رسالة انه الفلوس اللي انت تصدقت فيها ما راحت هباء منثورة، انت اخذت اجر الصدقة وانا اعطيتك نفسها ورح اعطيك كمان اكتر. بس هاي رسالة من رب العالمين انه انت المبلغ اللي بتحطه سواء لفقير سواء ليتيم سواء لميت ما رح يروح على الفاضي ورح يرجع لك نفسه. فالفكرة هون بتصفي شو؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قصة تانية من القصص المؤثرة، قصة رجل عنده إيمان برب العالمين ودائما متوكل على رب العالمين. قرر بيوم من الأيام إنه يستأجر بيت، فلقى بيت كتير كتير منيح. فصاحبة هذا البيت اشترطت عليه شرط، قالت له بسكنك بهذا البيت على شرط انه باي وقت انا بدي اطلعك من هذا البيت انا الي الحق وانت بتطلع من دون اي نقاش. مرت الايام واجا يوم وهاي الامرأة طلبت من هذا الرجل انه يطلع من البيت بوقت الدنيا كانت فيها كتير الوضع مأساة وكان في أزمة سكنية مو طبيعية، يعني مش بسهولة بقدر يلاقي منزل أجاره منيح يقدر عليه والمنزل مكانه منيح. فشو عمل؟ حكى لها حاضر رح أطلع. أعطته مهلة شهرين يدور على منزل آخر. المحامي اللي كان موجود ما بينهم حكى له أنت مجنون يا زلمة، يعني هلأ ما رح تلاقي بيت، مستحيل إذا طلعت رح ترتمي بالشارع، مستحيل تلاقي منزل. شو حكى هذا الرجل للمحامي؟ حكى له أنا متوكل على رب العالمين. بسبب توكل هذا الرجل على رب العالمين، تفويض أمره لله ويقينه أنه رب العالمين رح يساعده ويوقف معه، لقى بيت مستحيل كان أنه يلاقيه، وبيت كان من مستحيل أنه يعني يحصل عليه بهذا المبلغ الزهيد اللي معه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكرة بالموضوع انه مستحيل انت توكل امورك لله ويكون عندك يقين انه الله رح يكون معك، عم تعمل قد ما بتقدر لحتى ترضي ربنا، حتى انت تكون انسان منيح وصالح. مستحيل انه رب العالمين يردك، مستحيل انه رب العالمين يتركك، طالما انت ما بتقصر بحق رب العالمين وعندك هون يقين من الداخل انه الله رح يكون معك، رح يكون معك وهو معكم اينما كنتم. زوال الكون أهون على الله من إنه يلجأ إنسان مستقيم ومش مقصر بحق رب العالمين، ضبط جوارحه ولسانه وما مشى إلا لطاعة وحاول قدر الإمكان يكون إنسان صالح. فزوال الكون أهون على رب العالمين إنه يرده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أحسنكم عند الله الإنسان اللي عنده تقوى أكثر، مش جنسك ولا عرقك ولا لونك ولا شو مكان. معيار الكرم عند الله هو التقوى. سيدنا يوسف عليه السلام يوم من الأيام إجت لعنده امرأة العزيز، عزيز مصر، ذات منصب جمال وجاه، كل إشي عندها مش ناقصها ولا إشي. شو عملت؟ راودته عن نفسه، يعني دعته لفعل الفاحشة. يوسف عليه السلام الشاب الجميل جداً ومسافر عن أهله، بعيد عن أهله وعبد عندها، يعني أسباب كتيرة بتخليه وافق بكل بساطة. شو حكى لها؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، مستحيل مستحيل أعمل هذا الشيء، مستحيل ولا يمكن، أعوذ بالله، الله أحسن مثواي، أكرمني أعطاني وأروح أنا أعصيه وأعمل الفاحشة؟ رفض رفض تام. مرت الأيام لما صار يوسف عزيز مصر، اجت جارية وكانت في القصر. هاي الجارية كانت مطلعة على كل الأحداث اللي صارت. شو حكت؟ سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
شو المغزى من كل هاي القصص وهذا الكلام؟ رسول عليه السلام شو حكى؟ إني أعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم. شو هي هاي الآية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن حبايبي، مفتاح إنه رب العالمين يكون معك ويساعدك ويحميك ويسر لك كل خير ويرزقك الرزق الحلال الحسن، شو هو؟ التقوى، إنك تكون صادق مع نفسك، مع رب العالمين، مع كل عمل بيطلع منك إنه يكون لوجه الله. تكون صادق مع الناس، ما تأذي الناس، ما تظلمهم، ما تكذب، ما تخون، تكون حسن الخلق وتكون متوكل على الله، يعني تفوض أمورك لله بكل شيء بيصير معك. إذا صار معك إشي مش منيح مش تتدمر وتتأفف، لا، تحكي لعله خير وأفوض أمري إلى الله، ويكون عندك يقين إنه الله رح يعوضك أحسن منه. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. وهلا رح أحكي لكم آخر قصة صارت معي قبل فترة صراحة، وعن جد حسيتها سبحان الله رسالة من الله إنه يا زينب هذا المبلغ اللي طلع منك هيو تفضلي. قبل فترة كان معي مبلغ بسيط من المال، كنت بضائقة مادية صراحة، وكان لازم هذا المبلغ يكفيني لنهاية الشهر. فالطبيعي شو الإنسان بيعمل لما يكون معه مبلغ بسيط لازم يكفيه لنهاية الشهر؟ حاول يقتصد فيه قدر الإمكان، صح؟ حدا من عائلتي احتاج هذا المبلغ نفسه وحكالي، فأنا اطلعت هيك، فتحت الجزدان، شو أعمل؟ يعني عن جد شو أعمل؟ طلعت لفوق، قلت يا رب أنت عارف وضعي هلأ وأنا متوكلة عليك ورح أعمل هذا الشيء لله. اللي صار إني طلعت هذا المبلغ، والله خليت نيتي من جوا إنه لله. تاني شغلة كنت متأكدة إنه رب العالمين رح يرد لي إياهم ومتوكلة على ربنا. اليوم الثاني برن علي رقم بنفس الوقت وبحكي لي زينب أنا أخذت رقمك من فلان الفلاني، إحنا شركة تسجيل منسجل يعني دعايات وإعلانات وهيك، وبدنا تسجلينا هذا الإعلان. رحت وسجلت، التسجيل حرفيا ما أخذ معي 10 دقائق وما كان متعب أبدا وكان سهل جدا. نفس المبلغ اللي طلعته قبل بيوم طلعته اليوم اللي بعده، فطلعت لفوق هيك وقلت الحمد لله يا رب. أنا كان عندي ثقة إنه الله رح يرد لي هذا المبلغ، ما بعرف كيف الطريقة وشو رح يصير، بس واثقة من الداخل، والله عشان هاي الثقة اللي جواتي أعطاني ويسر لي. أنا هون كسبت أجر الصدقة والعطاء، ومش بس هيك، الله بسبب هاي الشغلة حيسر لي شغلات أكتر وأكتر وأحسن، وحيفتح لي أبواب أكتر. آية في القرآن الكريم تحكي إن الله يحب المتقين، الله رح يتولى أمرك بكل إشي طالما أنت دائما عندك ثقة برب العالمين. بس حبايبي، هذا كان الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم وحبيتوا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه. بس بحبكم كتير ومع السلامة. 380,000 إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شو هي؟ توقيتك غلط يا أخي، توقيتك غلط. وتاني شغلة كنت متأكدة إنه الله رح يرجع لي إياهم. متأكدة إنه رب العالمين رح يرجع لي إياهم. حسبي الله ونعم الوكيل.